نسمع طول عمرنا نفضل نقول يا دولة اديني عشان أعمل جامعة، يا دولة اديني عشان أعمل معمل، يا دولة اديني عشان أعمل بحث. وهو البحث بتاعتنا دي لما ينتج عنها براءات اختراعات، ولما يطلع تصنيع ثم تسويق، مش قادرة تجيب بنفسها مصادر لتمويل الأبحاث العلمية، يبقى لازم السايكل تتقفل. احنا عندنا مش مقفول. المؤتمر اللي جاي ده علشان نناقش تجارب الدول الاخرى في العالم كله عملوا ايه عشان يكتسبوا رجال الصناعة. المسافة بين الدور السابع والثامن كانت تتجاوز العشر سلالم الموجودة ما بينهم. المسافة كانت استراتيجية للبحث العلمي في الدور السابع واستراتيجية اخرى في الدور الثامن. وكأننا نتكلم عن بلدين مش بلد واحد. فكانت الخطوة الاولى الميرج. حصل الحمد لله لقاءات عديدة، مجموعة متميزة جدا من قيادات ومن صغيرين وكبار اشتغلوا مع بعض بشكل محترم جدا. دكتور محمود صقر، دكتور أشرف شعلان، عديد من الجامعات المصرية، دكتور عصام، دكتور ياسر، مجموعة كبيرة ساهموا من حتت أو جامعات حكومية وجامعات. 9% اللي بيتعاملوا 13% من 9% مع المراكز و14 مع الجامعات لتؤكد على تدني. نتكلم على 13 من 9، يبقى دي نقطة لازم نروح عنها. الابتكارات، أنا سعيد أن التقييم كان بيتكلم على 4 أنواع من الابتكارات: ابتكار في المنتج، في العملية الإنتاجية، في الابتكارات التنظيمية والتسويقية. لكن لما جيت أشوف في آخر التقرير براءات الاختراع لقيتها قليلة.